اخذنا الديوان من 2012 قال مش ماذا 6 شهور نفضلكم وضعيتكم. طالت المدة وكل مرة يمهتلوا فينا ويقولوا لها مش تفضل. لا استثمارات لا خدمة في الهنشير لا ثم حد شيء. معنى قالك مش نحافظ على الموجود، حتى الموجود مش هتلف. معنى كان في عهد بكري نوع تو ولا نوع به. نحن تو عنا منحنا وعنا كساوينا وعنا مثلا شهريتنا ماشنا ماخذين. كيفاش باش نخدمنا 3 شهور جوان وجويليا وداخلين في اوت، وعندنا زي الشغل 22 و23 وعندنا منحة العيد سلفة. زيد منحة العيد مش يعطيك فيها معنى كيك سلفة عسلف. جينا تفاهمنا مع السيد المدير هذايا قال اخويا عندي صب نتاع فزدك نخضر ونعطيكم تاعكم. ما راعنا اللي بعد كينا قال لا، قال ما عادش نعطيك، قال نعطيك كان جوان. جوان باش تعمل بها؟ والعمل في لعقد قداش ياخذ؟ ياخذ 450,000. 450 معناها ما تكفيش، هو معناها حليب وكسكسي ومكرونه وكذا. فهمت؟ معنى وضعنا كارثي. 450,000، واحد عنده 4 صغار يقروا في الليسي، نمشي خلص حانوت يسالوا، ظروفه حادثه، يعني تتلفت له يقول لك ما عنديش، تمشي للاداره تكلم على حقك يقول لك اخويا ما ثمش. اي شنو الحل؟ الحل وين؟ اعطونا اخويا مدام هكا تعبنا 12 سنه معناها ونحن مقطعتنا ثنايا وريسك وكذا، فهمتي وتعبين وما لقينا حتى شيء. هي اعطونا مقاس، اعطونا حقنا. ثم بريمات ناخذوا فيها كل مثلا عام، يعني عنده محصود نتاع الصابه يعطينا البريم، ما عطاناهوش لينا. الشهريه ما لقيناهاش. صغارنا معناها يرجع ناقص 1000 حاجه وحاجه. أنا الشهرية اللي مش تتمتع بها ومش تقضي منها ومش تركز عليها. لا يقروا ولا يوصلوا بالعكس يمسك في شخصيتك، يمسك في شخصيتك. ولا الواحد يكذب على العباد يقول له تو نجيب لك هكا الحاجة وما عادش عنده حتى ما عاد صدق حتى في شيء. بالنسبة للشركات هذه مهمشة تهميش كلي، تهميش كلي من المسؤولين. علاش مهمشة؟ هذه قاعدة هابس ما تخدمش. باهي ولا اللي هي موجود نجم تنتج اي حاجه من القمح للشعير، اي حاجه فيها زيتون طاوله، فيها الفزق، فيها اللوز، موجود كل شيء. علاش نبقوا نستوردوا فيها من برا؟ علاش نجيبوا فيها بالعمله الصعبه والخيرات موجوده؟ باهي وتخدم يد عامله اخرى كمنطقه نجم تكفيها كمنطقه كامله. طالبوا مقاسم في الحي، خلي الشباب يخدم، خلي ابناء الجهه يخدموا. علاش يبقوا يمشوا للمرمات في كل بلاصه ومهملين صغارهم ومهملين عائلاتهم؟ علاش؟ علاش الخدمة موجودة وهم يمشوا ديما؟ فهمت؟ حتى صغارنا طلعت جهيل مشي تقرأ. علاش؟ عندك باش تقري صغارك؟ شكون عنده باش يقري صغارك؟ تلحوانيتي كلها تسيلها، كل يوم يجوبوا سلف. ولينا خلاص ناخذوا في 400,000، نصرفوا عليه 200,000 باش ناخذوا. نصرفوا عليه 200,000 باش ناخذوا، ناخذوا في 200. كل يوم إجا ما يعطيكش، ما ثمش مسؤول يلتزم يعطيك حكاية ويلتزم بها. بالنسبه للمندوب الفلاح شنو حكى معك؟ حبرا على ورق. اسمعنا وكاو، هاني سمعتكم وكاو. المسؤول اللي ما يلتزمش باقواله وافعاله مش هو مسؤول. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.